هنتكلم طبعا بشيء من التفاصيل مع ضيفنا اللي بينضم لنا على التليفون الناقد الرياضي محمد يحيى. الاستاذ محمد صباح الخير عليك، وعايزين نعرف في البدايه ازاي ده حصل، وهل الموضوع ده جديد ولا ده الموضوع اللي كان من 2013؟ صباح الخير عليك وصباح الخير على كل المشاهدين. طبعا الموضوع كان مفاجأة بالنسبة للناس في الفترة ديت ان تظهر في مشكلة تانية في موضوع الكؤوس، خاصة ان في 10 مارس 2015 كانت في اقتحام او اشعال النار في احتراق في مبنى اتحاد الكورة، تسبب في خسائر كتير وتسبب في تلفيات كتير وضياع مقتنيات كتيرة من اتحاد الكورة، خاصة كؤوس أمم أفريقيا وكؤوس البطولات العربية. ودوت اللي قدرنا ان احنا من خلال اسم قصر النيل واسم حلوان ان احنا نسترد كاسين من كانوا موجودين ساعتها، اللي هو ثروت سويلم. دول تم استردادهم اليومين دول ولا من زمان من 2015؟ لا، تم استردادهم من 2013 ساعتها بتاعت الواقعه. تم استردادهم وقدرنا ان احنا ساعتها نسترد دولت عن طريق ان كان الحماد المصري عضو مجلس اداره الاتحاد ساعتها اكتشف ان في حد او قال له ان في كاس موجود في الحته الفلانيه، ولما مسكوا الولد هرب منهم وساب الكاس، فقدروا يسلموه عن طريق نيابه قصر النيل ساعتها، ونفس الامر في حلوان نيابه حلوان، وبالتالي استردنا 2 من الكؤوس وكانت كل الحاجات دي متسجله في محاضر رسميه. الغريب في الامر ان يظهر دلوقتي كلام ان في كؤوس ضايعه وفي مقتنيات ضايعه. انا شايف ان ما كانش ليه سبب للبلبله دي كلها وتسريب اخبار بالشكل دوت. الموضوع كان ابسط من كده، خاصه لو كانوا رجعوا محاضر الجرد او محاضر الاستلام ساعه الموضوع من النيابه اللي حصلت ساعه حريق اتحاد الكوره كان الموضوع بقى اسهل من كده، لان انا شايف ان مفيش الحاجه اللي تتقال عليها ان هي اتسرقت تاني، خاصه ان النسخ كلها اللي بتبقى موجوده في اتحاد الكوره هي نسخ مقلده من كاس افريقيا، والنسخ الاصليه دايما بتبقى في الاتحاد الافريقي. طبعا يعني النسخ الاصليه موجوده في الاتحاد الافريقي ودي نسخ فقط محطوطه كده موجوده عندنا في الاتحاد. بالظبط، بالظبط تبقى موجود، وحتى اللي اتسرقوا كان مجرد يعني من فتره كبيره وكانوا مثبتين في اوراق رسميه ومحاضر رسميه. طيب.